ازيكم يا جماعة، معاكم نرد الانمي، واخيرا بنقدر نشوف المسلسل الواقعي بتاع وان بيس اللي سمعنا عنه كتير اخبار واشاعات من سنين طويلة جدا، وكان حلم لناس كتيرة ان يتم اقتباس فيلم او مسلسل واقعي لانمي وان بيس بالذات. واخيرا اقدر اقولها بكل صراحة وكل اريحية ان فعلا المسلسل الواقعي بتاع وان بيس كسر اللعنة وتخطى كل الحدود بتاعت اللايف اكشنز اللي شفناها كتير جدا، ونقدر نقول ان هو ده احسن اقتباس او احسن لايف اكشن في تاريخ الانمي. المسلسل فيه حاجات جميلة جدا عايز اقولها، ولكن مع ذلك فيه برضو نقاط سلبية ونقاط رخمة. صح ان انا بقول ان هو يعتبر افضل مسلسل واقعي لاي انمي اتعمل على الاطلاق، ولكن ده مش معناه انه احسن مسلسل في الكوكب ولا في نتفليكس، لان فعلا لما نبص في الواقع بقى وناخد مسلسل وان بيس الثمان حلقات دي ونقارنهم بالمسلسلات اللي في الساحة او في عالم المسلسلات بشكل عام، هنا هيكون في مشكلة وفي سلبيات كتير عايز اتطرق ليها برضو، ونقدر نقول ان مستواه هيكون متوسط، مش هو الرهيب جدا جدا لاي شخص بيحب المسلسلات بعيدا عن تجربة الانمي وانه لايف رياكشن وكل الكلام ده، ومش هو السيء برضو، يعني هتكون تجربة ممتعة بشكل مرتفع شوية بالنسبة للناس اللي ما عندهاش خلفية لوان بيس او مش عارفين ان هو لايف رياكشن وكل الكلام ده. قبل ما نبدأ بس، لو انت مش مشترك معانا احب اقولك انا نرد الانمي بنتكلم عن كل حاجة مثيرة في عالم الانمي والمانجا، فخليك مشترك معانا عشان تكون جزء من رحلتنا في كمية فيديوهات هتعجبكم جدا ان شاء الله انا محضرها للاسبوع ده، فخليكم جاهزين وخليكم مشتركين ويلا نبدأ على طول. خلونا نبدأ في الأول بالحاجات اللي عجبتني واللي لفتت انتباهي جدا في الثمان حلقات من مسلسل وان بيس الواقعي. من أكتر الحاجات اللي عجبتني في بداية المشاهدة هو إن أنا حسيت بأسلوب العالم بتاع وان بيس، بروح وان بيس الحقيقية في المسلسل الواقعي ده، ولكن بشكل مختلف وباسلوب مختلف تماما. بمعنى ان الثيم العام والفايب العام اللي بنحسه في مانجا وان بيس او في انمي وان بيس حسيته في العالم ده بجد. كل شخصية كانت بتلعب الدور بشكل ممتاز جدا، بحيث ان انا كنت بشوف لوفي بشوف زورو كنت بعرف ايوه هو ده زورو ولا هو ده لوفي انا عارفه، ولكن بيعرضه بشكل واقعي، بيعرضه بشكل تلقائي جدا نوعا ما، مش بيحاولوا يتصنعوا اللي في الانمي، مش بيحاولوا يعملوا كوسبلاي او يطبقوا نفس الحركات ونفس كل حاجة بالظبط في الانمي او المانجا، وهي دي الحاجة اللي بتخلي كل اللايف رياكشنز تفشل حرفيا. لان بكل بساطة احنا عارفين ان في صناعة الانمي انت ما عندكش حدود حرفيا، بلا حدود خالص، عندك كل الحرية في صناعة العالم، عندك كل الحرية في صناعة الرياكشنات وفي ملامح وش الشخصية بتقعد تلعب بيها باشكال مختلفة. خصوصا في وان بيس احنا عارفين ان الرياكشنات والكوميديا نوعا ما ليها اسلوب خاص في المانجا، فبالتالي لو خدت الخيال اللامحدود ده وحاولت تطبقه في ارض الواقع هيظهر بمنظر كرنج خالص ومش هيبقى كويس خالص. فبالتالي هم لجأوا للطريقة الصح، الطريقة فعلا اللي تحسسنا بنفس المشاعر ونفس الفايب وتخلينا نفهم فعلا ان هم دول الشخصيات اللي عشنا معاهم في الانمي، ولكن باسلوب مختلف بقى، اسلوب واقعي بجد. والنقطة دي في حد ذاتها نجاح ضخم جدا، لان كل اللايف رياكشنز اللي شفناهم تقريبا وقعوا ضحية للمشكلة دي. بالنسبة للممثلين كلهم ادوا ادوار جميلة جدا، ولكن اكتر اتنين معلمين معايا وفعلا انا متعلق بيهم هو باجي وشخصية لوفي. شخصية باجي كلها على بعضها كانت ممتازة جدا، الممثل والأداء التمثيلي رهيب جدا، السينماتوجرافي والسي جي اي اللي كان بيظهر كان جميل برضو، ما كانش سيء خالص، الميك اب واللبس بتاعه والديكورات اللي حواليه كل حاجة كانت ممتازة جدا، خلتنا نحس بالفايب المرعب والفايب الغريب اللي بنحسه فقط من شخصية باجي حسيناه فعلا في اللايف رياكشن. لما نيجي نروح لممثل لوفي بقى، انا عرفت ليه فعلا اودا كان بيحبه في المنظر ده وليه اختاره هو بالذات. لما شفت اللقاء ما بينهم وشفت ان اودا بيقول ان انا حسيت فيك لوفي، انت اديتني نفس المشاعر بتاعته وخلتني احس ان مفيش اي حد تاني يقدر يمثل الدور غيرك انت، لما شفنا بقى الحلقات انا عرفت فعلا ان اودا مش بيهزر خالص، فعلا قدر يلمحه واختاره بشكل ممتاز جدا، والصراحة انا شايفه انه لايق جدا جدا على الدور
الدور وادانا نفس المشاعر بتاعت الشخصية. ايوه ممكن يكون باسلوب مختلف ولكن هو ده لوفي. ايوه ده لوفي انا عارف. ايميلي راد ممثلة شخصية نامي كانت نوعا ما متفوقة في اظهار المشاعر وفي المشاهد الحزينة والكلام ده، كانت بتأدي مشاهد تمثيلية جميلة برضو. فالصراحة لا كلهم عجبوني جدا وكلهم خلونا نحس بنفس مشاعر الشخصيات ولكن باسلوبها المختلف، فكلهم ممتازين جدا. زورو برضو قتالاته بالنسبة لي هي افضل قتالات في الثمان حلقات كلها، وده يرجع ببساطة لان كل حاجة محتاجينها في القتالات بتاعت زورو هو كام سيف والاداء التمثيلي فقط، مش زي لوفي بقى والتكلفة في السي جي اي والتمدد وكل الكلام ده. ونقطة زي دي برضو خلت شخصية زورو تظهر بشكل اوسع وتظهر بشكل ان ايوه هو ده زورو اكتر من لوفي نفسه، لان لوفي احنا عارفين في الانمي والمانجا دايما بيتمدد يمين وشمال في اي لحظات في اي وقت حر تماما، ولكن في اللايف رياكشن الموضوع كان مختلف، كان في لقطات معينة بس كان بيظهر التمدد فيها، فبالتالي نوعا ما حاجة زي كده حجمت الحرية بتاعت الشخصية وما خليتهاش تظهر بشكل رهيب او واسع جدا زي ما ظهرت شخصية زورو. من الحاجات برضو اللي عجبتني والنقطة دي تعتبر سلاح ذو حدين لان انا هقولها برضو في السلبيات، هو ان هما كانوا بيوصلوا لنفس النقاط اللي في القصة، يوصلوا لنفس النتيجة ولكن باسلوب مختلف او مش بنفس الطريق. حاجة زي كده ساعدتهم جدا ان هما يسرعوا في الاحداث لان هي 8 حلقات عبارة عن 8 ساعات مش هتكون كفاية خالص ان هي تغطي كمية كبيرة من القصة، فشفنا بالتالي ان هما كانوا بيوصلوا لنفس النتيجة ولكن باسلوب مختلف شوية. واخر نقطة عجباني عايز اقولها هو ان انا فعلا حاسس ان كل اللي شغالين على المسلسل الواقعي ده فعلا بيحبوا وان بيس، لان لما نشوف الديزاينات الميك اب السفن وطريقة تصميمها الجميل جدا، السي جي اي اللي كان جميل في اغلب الاوقات، في لقطات كانت رينج قوي الصراحة ولكن في اغلب الاوقات كان جميل جدا، الديكورات الخلفية فيها تفاصيل تقدر تدي ستوب وتتفرج على كل حاجة، فبالتالي تحس ان هما شغوفين جدا وعايزين فعلا يطلعوا المسلسل ده باحسن صورة ممكن. واتوقع اللي وصلوا من النقطة دي في التركيز وان هما يحاولوا فعلا يطلعوا وان بيس بشكل منصف جدا هو ان اودا تدخل في كل حاجة تقريبا، لان طبعا لما تجيب كاتب القصة اصلا كاتب العالم ده كله على بعضه اكيد هيفرق جدا في كل حاجة زي ما فرق في شخصية لوفي واختيار الممثل، فبالتالي انا متأكد ان هو فرق في حاجات كتيرة جدا، لذلك شفنا عالم جميل جدا، عالم يدينا انطباع عالم وان بيس ولكن بالشكل الواقعي مش بشكل كرنج او شكل مش كويس خالص. من الحاجات بقى اللي ما عجبتنيش نوعا ما هو ان كان في استعجال واضح شوية في لقطات كتيرة اتعمل لها قط وفي لقطات استعجلوها بشكل كبير جدا لدرجة ان هما فوتوا حاجات اساسية في القصة، زي مثلا شخصية اوسوب وانضمامه للطاقم، شخصية مهمة جدا شخصية جميلة. في المانجا في الاول شفناه ان هو الشخص الكذاب الشخص الجبان اللي عايز يتغلب على الحاجات السيئة اللي عنده دي وعايز يحمي الناس اللي بيحبهم، فلذلك شفناه بيتطحن شفناه بيمر في مشاكل كبيرة جدا وشفناه انه فعلا بياخد موقف يخلينا نحس ان ايوه الشخصية دي احنا عايزينها وتستحق ان هي تنضم للطاقة، يستحق الانضمام عشان الروح والدافع اللي جواه، الدافع اللي مخليه عايز يحمي كل الناس اللي بيحبها رغم ضعفه ورغم انه جبان وكذاب شوية، هي دي الروح اللي بتميزه واللي بتخليه يستحق فعلا ان هو ينضم للطاقة، مش زي ما شفنا في الفيلم مش عشان هو شاطر في القتال وشاطر في التنشين والكلام ده فخلاص ينضم على طول، ده شيء مش كويس خالص. انا عارف ايوه ان هم عايزين يستعجلوا ولكن لما الموضوع يجي لحاجات اساسية زي كده ده هيكون شيء سيء جدا. ممكن احنا قراء المانجا او متابعين الانمي نسلك لحاجة زي كده، ولكن بالنسبة لشخص ما شافش وان بيس، بالنسبة لشخص شايف المسلسل ده كأي مسلسل تاني، فبالتالي هتكون شيء سيء جدا ان شخصية اساسية ومهمة زي كده تتسلك وما تتوضحش لينا بالاسلوب ده. نفس الكلام برضو على سانجي نوعا ما. فكده زي ما قلت بالظبط هو سلاح ذو حدين. ايوه عجبني ان هم اختصروا حاجات وسرعوا في الريتم بشكل ذكي ان هم يوصلوا لنفس النتيجة ولكن باسلوب مختلف، ولكن زي ما قلت لكم في حاجات سقطت منهم وحاجات مش كويسة خصوصا لما تكون في الشخصيات الرئيسية. من الحاجات برضو اللي ما عجبتنيش خالص خالص تماما تماما وهتكون حاجة سيئة جدا جدا للمشاهد اللي مش
متابع وان بيس هو تقطيع الفلاش باكات. ان احنا نشوف الفلاش باك متقطع وما نشوفوش مره واحده كده وما ناخدش المشاعر كلها على بعضها ونفهم الفلاش باك كده كتله مره واحده، ده شيء سيء جدا، لانك لما تقطع الفلاش باك بكل بساطة انت بتخلي المشاهد ينسى المشاعر، ينسى الفلاش باك رقم واحد يروح لرقم اتنين يروح لرقم تلاتة وهو ناسي اصلا المشاعر اللي خدها، فبالتالي مش هيتعلق بشكل كويس في الفلاش باك المهم ده، فده هيؤدي في الاخر انه ما يتعلقش بالشخصية. بالنسبة لي الصراحة دي نقطة سيئة جدا ومش عارف ليه عملوها، وعشان كده بالنسبة لي احسن فلاش باك كان فلاش باك سانجي لانه كان كتلة واحدة كده كله مع بعض مش متقطع. في برضو نقطة مش عارف هل هي نقطة سيئة ولا انا بظلمه حبتين كده، انا قلت لكم ان المؤثرات البصرية وكل حاجة جميلة جدا والسي جي اي مش بطال خالص، ولكن مش عاجبني ان في لقطات نوعا ما كانت بتسحب كده ولقطات كان بيبان فيها ان السي جي اي سيء جدا، زي لقطة جارب وهو بيفجر السفينة الانفجار كان شكله غريب شوية، فبالتالي ليه نشوف المنظر ده رغم ان المسلسل مصروف عليه مبالغ كويسة جدا، فان احنا ننزل بالمستوى مرة او اتنين او تلاتة اعتقد ان هي حاجة مش كويسة نوعا ما، ولكن بلاش نظلمه عامة. زي ما قلت لكم كل المؤثرات البصرية كانت جميلة جدا، لما نقارنه طبعا باي لايف اكشن تاني هو في مستوى بعيد خالص، ولكن انا بقارن المسلسل كمسلسل تلفاز مسلسل حقيقي مش كلايف رياكشن وبقارنه بالباقي. فاللي هو ايوه انا استمتعت جدا، استمتعت في لقطات كتيرة جدا وفي لقطات برضو زي ما قلت لكم كانت بتخليني اخرج عن المود شوية، ولكن كله على بعضه ممتاز جدا وتعتبر بداية رهيبة جدا جدا جدا. بقول بداية لان غالبا وان شاء الله اتمنى يعني ان هم يكملوا في المسلسل في موسم تاني ويكملوا بقى الحلقات، ولكن من كمية الشغف ومن كل الكلام ده اتوقع 100% ان هم هيكملوا، خصوصا ان في لقطات كتيرة ظهرت بتدي لنا انطباع ان ايوة في تكملة هتظهر لينا، زي اللقطة الاخيرة طبعا في الحلقة الاخيرة، وزي برضو ظهور البوسترات بتاعت القراصنة المطلوبين، بتشوف زي جانكو بنشوف زي فوكسي بنشوفهم بملامحهم الحقيقية، فبالتالي دي حاجة تقول لنا ان هم مقدرين اصلا ومجهزين للتكملة اللي هيعملوا. تقييمي لمسلسل وان بيس الواقعي كمسلسل مش كلايف رياكشن كمسلسل حقيقي مقارنة بكل المسلسلات اللي في العالم هو 7.5 من 10، او ممكن نقول 7.5 لغاية 8، ولكن في الريتم ده يعني تجربة جميلة هتستمتع ولكن مش ارهب حاجة في الكون. الاهم من ده كله مستني حرفيا كل ارائكم في الكومنتات، لو شفتوا كل الحلقات او لو شفتوا اول حلقة حلقتين قولولي كل انطباعاتكم تحت في الكومنتات، هل بتتفقوا على النقاط اللي قلتها سواء سلبيات او ايجابيات ولا عندكم وجهات نظر تانية؟ احب اشوف كل ارائكم في الكومنتات، احب الكلام ده. ولو كملت الفيديو معانا ما تنساش اللايك الشير الكومنت الظريف، الكلام ده فعلا بيفرق جدا، وخليك مشترك معانا عشان هنا هنتابع كل حاجة مثيرة بإذن الله في عالم الانمي والمانجا. شكرا ليكم وكان معاكم نرد الانمي.